احذروا من الإحراف ولو خطوة واحدة عن الطريق، فإن من يمشي خطوة في طريق الضلال سينتهي به الأمر إلى السقوط في مستنقع الموبقات. وهذا ما حدث لعمر بن سعد، كما أنه لو كان فيكم أحد قد استحوذ عليه الشيطان في معصية من المعاصي فإن طريق العودة مفتوح ولا يتطلب منه إلا الخطوة الأولى. وهذا ما تقوله لنا قصة الحر ابن يزيد الرياحي الذي وصل إلى الفردوس الأعلى بخطوته الأولى نحو الحسين عليه السلام، وقطع المسافة من الفرش إلى العرش في سويعة. أيها الإخوة الكرام، هنالك شياطين من الإنس ومن الجن وفي كل مكان يحاولون التشكيك في عقائدكم، فيما أنتم متمسكون به إياكم والانجرار معهم. اثبتوا على مبادئكم وقيمكم، اثبتوا على الحسين ومع الحسين وبالحسين حتى نحشر معه إن شاء الله يوم القيامة.